سويف، من محطة بني سويف للكهرباء. احنا هنا في مركز بيبا جنوب بني سويف. ليه جينا هنا؟ جينا هنا عشان نتابع أعمال واحدة من أهم محطات الكهرباء اللي هتنشأ أو اللي يستكمل إنشائها في مصر قريبا، واللي أول يعني أجزائها هيكتمل نهاية تقريبا نهاية هذا العام. دي محطة بني سويف للكهرباء، طبقا لما قاله لنا مسؤوله سيمنز، دي أكبر محطة في العالم تعمل بطريقة الدورة المركبة في العالم. دي محطة مفروض أنها تنتج 4800 ميجا وات، وده أكبر إنتاج لمحطة في العالم بهذا الحجم في مكان واحد. الحقيقة إن إحنا لما بنتكلم على مشروعات مهمة لابد إن إحنا نضع في مقدمة هذه المشروعات الكهرباء. يعني لو حبينا نتكلم على إنجازات، لو حبينا نتكلم على حاجات حصلت خلال السنتين اللي فاتوا، فالكهرباء تتقدم هذه المشروعات. كتير بننسى إن الكهرباء كانت بتتقطع، كتير بننسى الأيام اللي ضلمت فيها مصر، كتير بننسى الأيام اللي كنا بنقول فيها هنقدر نشغل كهرباء المنازل والمصانع سوا ولا لأ، كتير بننسى إن إحنا كنا بنفكر طب والاستثمار اللي إحنا عايزين نجيبه ده هل هنقدر نوفر له الطاقة اللازمة؟ نقدر نقول دلوقتي إن الكهرباء الحقيقة في مقدمة إنجازات هذا البلد وهذا النظام في المرحلة القادمة. عشان أشرح لكم المشروع ده ضخمته قد إيه، مصر تقريباً في وقت الذروة احتياجاتها من الكهرباء حوالي من 30 ل 31 ألف ميجا وات. طبعاً في السنوات اللي فاتت الاحتياجات دي كان بيبقى فيها نقص 4000 5000، وكان في دايماً نقص، وعشان كده كان بيبقى فيه ظلام وكان بيبقى فيه قطع كهرباء بشكل كبير جداً. وأنا بتكلم هنا على أرقام وقت الذروة. نتوقع من ثلاث محطات يتم إنشائهم أو بيتم استكمالهم خلال السنوات القليلة المقبلة، بني سويف والبرولوس والعاصمة الجديدة. الثلاث محطات دول هينتجوا 14.5 ميجا وات. يعني ايه 14.5 ميجا وات؟ يعني تقريبا نص احتياجات المصريين من الكهرباء، يعني تقريبا بيغطوا 45 مليون مواطن الثلاث محطات دول. احنا جينا النهاردة عشان نشوف واحدة من اهم هذه المحطات الاكبر في العالم، اللي تيجي بعدها في الطاقة هي محطة أخرى في دوسلدورف بألمانيا. لكن هذه المحطة، محطة بني سويف اللي هتبتدي تدخل في الخدمة ببداية إنتاجها للكهرباء نوفمبر ديسمبر من هذا العام، هذه المحطة هي الأكبر في العالم. المحطة دي إحنا هنشرح لكم خطوات إنتاجها من توربيناتها اللي صنعت في سيمنز، مصانع سيمنز في ألمانيا، وإحنا صورنا ده ونقلت إلى مصر. ليه هذا المشهد العملاق جدا اللي بيشتغل فيه ليل نهار 4500 عامل ومهندس مصري من شركة السويدي المصرية، وأيضا طبعا معاهم شركة سيمنز. المحطة دي محطة يعني بتقوم على أيدي مصرية، بتقوم على كفاءات مصرية، وتقوم على عقول أيضا ألمانية وتقنيات ألمانية مشاركة. هنتابع معاكم خطوة بخطوة العمل في هذه المحطة المهمة. هذه محطة اختارت الدولة أن تكون في بني سويف في بداية منطقة الصعيد لكي تخدم منطقة الصعيد، علشان الصعيد ما يبقاش مهمش، عشان الصعيد ما يبقاش مظلم، عشان الصعيد في الفترة اللي جاية يبقى هو مكان النور ومكان الشغل ومكان الاستثمار، وأهله يبقوا بجد جزء من كل الأهل المصريين، ما يبقاش هو يعني بيلقى اهتمام ضعيف من الدولة. هذه محطة بني سويف للطاقة. هنكلمكم عن حاجات فنية كتير، لكن كمان هنشوف العمال وهنشوف التوربينات وهنشوف المهندسين، الناس اللي بتشتغل تحت درجة حرارة مرتفعة جدا، لكن هدفهم أن يسابقوا الوقت وأن يسابقوا جدول الزمن. سيمنز نفسها منبهرة
ازاي قدرنا في هذا الوقت القصير جدا ان احنا نخرج بهذا المشروع في وقت ما كانش حد متوقع انه ينتهي. تحديات كبيرة في الارض، في العمال، في السرعة، في كل حاجة، لكن هذه التحديات لا تقف امام قدرة المصريين. نحن هنا في محطة بني سويف في بيبا جنوب بني سويف، تعالوا نتفرج على أكبر محطة كهرباء في العالم هنا على أرض مصر. باشمهندس هشام، احنا فين هنا بالظبط في موقع محطة كهرباء بني سويف؟ المنطقة اللي ورانا هنا دي منطقة التربينات الغازية اللي هي الجاس توربينز، اللي هي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الاتش كلاس تكنولوجي، كل واحدة فيهم 400 ميجا وات. احنا عندنا هنا 8 تربينات، المفروض ان هم هيشتغلوا في المرحلة الأولى اللي هي المرحلة البسيطة أو السيمبل سايكل، اللي هي بتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود أساسي لتشغيل المحطة. طبعا المنطقة اللي وراها هي المنطقة اللي بتكمل الدورة المركبة، اللي هي بتشتغل من خلال وحدات الستيم والغليات استعادة الطاقة اللي هي غليات البخارية، اللي هي المفروض المرتب لها انها تشتغل في اولها السنه الجايه ان شاء الله شهر 10. خليني الاول ابتدي اسالك يعني ايه الدوره المركبه، نشرح للناس يعني ايه دوره مركبه. طيب احنا التكنولوجي بتاعت الجاس توربان هي تعتبر انها احدث التقنيات الموجوده في التوربانز اللي هي لتوليد الكهرباء. طبعا لما بتشتغل بالوقود الاساسي اللي هو الجاز بتبقى فيه الافشنسي بتاعتها قليله جدا. الموضوع الدوره المركبه هو استعاده الطاقه في الاستفادة من الطاقة المتولدة في الإكزهوست اللي طالع من الجاس توربين لتوليد بخار، فيطلع كمية طاقة زيادة فبتعلي الإفشنسي أو الكفاءة العامة للمحطة. يعني عشان أشرح للناس كده ببساطة بالبلدي كده، هو الغاز بيولد كهرباء تمام لكن بيطلع مع الغاز في بخار أو يعني هو الإكزهوست يعني طاقة حرارية. إحنا بنستخدم الطاقة الحرارية دي أيضا لتوليد مزيد من الكهرباء. بنستخدم الطاقة الحرارية في إن إحنا بنحول مية لبخار. أيوة، والبخار بيستخدم في التربينات البخارية، وبالتالي هذه الطاقة الحرارية ما بتروحش في الجو بالزبط. أو ما بتروحش هباء يعني بالزبط. وده اسمه زيادة الافيشنسي أو الكفاءة العامة للمحطة، والافيشنسي بتاعت المحطة دي بترتفع من نسب اللي هي مثلا هي بتبقى حاجة 32-33% إلى 62%، دي أعلى نسب، دي أعلى نسبة كفاءة موجودة في محطات كهرباء دورة مركبة. طيب ده حقيقي. عندك هنا كام عامل، كام مهندس من مجموعة السويدي؟ حضرتك احنا هنا طبعا احنا الكونسورتيوم بارتنر او الشركه التحالف مع شركه سيمنز، واحنا المسؤول عن كل الاعمال الموقع. انا عندي حوالي 1000 مهندس بيشتغلوا اللي هم لاداره المشروع، وحوالي حاليا 4000 عامل اللي هم الدايركت مان باور. طبعا متوقع ان المشروع ده في البيك بتاعه يوصل ل 8000 عامل. احنا دلوقتي لسه في المراحل الاولانيه خالص اللي هي مراحل الاعمال المدنيه وبدايه التركيبات الميكانيكيه هتبتدي. البيك بتاعتنا هتوصل في عمليات اللحام وعمليات التشغيل الخاصة بالدورة المركبة في نص السنة الجاية إن شاء الله. هؤلاء العمال معظمهم منين؟ من منطقة الصعيد ولا منين؟ طبعا احنا يعني خليني اقول لحضرتك احنا كشركة كنا عاملين اولوية جامدة جدا للتنمية المجتمعية في اطار محطة بني سويف، وكان توجيهات من المهندس احمد السويدي رئيس المجموعة ان احنا نعمل عملية تدريب وتأهيل للفنيين بحيث ان احنا ندي الاولوية لأهالي المنطقة. طبعا في ساعات بنقابل قلة في العمالة المدربة في المنطقة، فبنبتدي نتجه إلى المناطق الأخرى من جمهورية مصر العربية، وعندنا من كل الأماكن من وجه إبل ووجه بحري والقاهرة. والحقيقة عملنا انستتيوشن أو عملية تأهيل للمهندسين، وكلفنا الشركة إن احنا نحط ده جزء من إطار التنمية المجتمعية بتاعت شركة السويدي للمنطقة. إيه أهم التحديات اللي واجهتوها هنا في الموقع؟ بقول لك بكلمك بقى كمهندس. الحقيقة احنا طبعا لو شفتوا التوبوجرافيكال نيتشر بتاعت أو الطبيعة الجغرافية
الجغرافيه بتاعه الارض دي اول ما استلمناها كانت الحقيقه صعبه جدا، لان روكس وفي نفس الوقت كان الارض مش ممهده، الارض كانت معموله على ارتفاعات مختلفه، وكان من اهم التحديات هي ان احنا نعمل التصميم ان احنا نحط محطه تعتبر الاكبر في العالم 4800 ميجا وات في كومبلكس تي او كومبلكس لباور بلانت واحد، كان موضوع صعب جدا الحقيقه. عملنا ابتدينا عمليات الحفر وعمليات التشغيل للمنطقه، ان احنا عملنا تصميم على مصاطب يعني عندنا من اول 60 متر 40 فبدل من تمهيد الارض كلها قررتوا انتوا تستغلوا طبيعه الارض وتعملوها مصاطب. ده حقيقي ده حقيقي. والحقيقه كانت التحديات الحقيقيه ان احنا عملنا، احنا ابتدينا نعتبر في نهايه جولاي او يوليو، وكان 2015 قدرنا نعمل اكسكافيشن او عمليه حفر لاكثر من 1,600,000 متر مكعب في اقل من 5 شهور، اللي هو كان يعني خلينا نقول بنشتغل 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. وطبعا بالنسبه لي حجم البروجرس دلوقتي ان احنا نوصل لحوالي 36% النهارده، ده في اقل من سنه، ده داخل فيه عمليات التمهيد بتاعه الارض، يعني احنا ما استلمناش الموقع جاهز، احنا عملنا عمليات تجهيز الموقع زائد عمليات التصميم. فده يعتبر يعني بالنسبه لاي مشروع اكسلريتد سكادول يعني، او مشروع الخطه بتاعته خطه عجله. انا عارفه ان انتوا كمان كان عندكم خطه اسعافيه مهمه قمتوا بيها في السنه اللي فاتت لي علشان الكهرباء لما كانت بتتقطع والوضع ده. الحقيقه دي كانت يعني خلينا نقول لحضرتك ملحمه، لان احنا اتحطينا قدام تحدي غير طبيعي في نهايه 2014، بعد لما كان في نوع من انواع الانقطاع اللي كناش بنواجهه قبل كده في مصر. حصل في نهايه 2014 ان مع وزير الكهرباء خدنا محطتين، محطة عتاقة ومحطة المحمودية، اللي هم قدراتهم 980 ميجا وات، كان واحدة مع شركة سيمنز والتانية مع الشركة الإيطالية شركة أنسالدو، وحققنا نعتبر وورد وايد ريكورد في إن احنا نولد أول طاقة مولدة من شركة سيمنز، كان بعد 159 يوم من بداية العمل، وده يعتبر وورد وايد ريكورد وعمره ما حصل قبل كده. وأنا بعتبره يعني حجم التعقيدات في مشروعات الباور يعني اعتبر إنها زي قناة السويس، ويمكن أصعب من ناحيه التحديات التصميميه، وان احنا كنا بنعمل عمليات توريدات من كل انحاء العالم. كان تحديات يعني احنا جبنا طيارات اللي هي الانتونوف الروسي عشان ننقل المعدات الثقيله ونقدر نلحق الجدول الزمني. الحمد لله نجحنا، ان كان في 31 يعني 28/5 كان حطينا اول وحده على الشبكه الموحده وقدرنا نولد الطاقه ونلتزم بعهود. وطبعا الميزه الاساسيه ان احنا خلينا نقول ان كانت كلها مصريين 100%، وده كان حجم ثقه غير طبيعي اول مره ناخده. وانا بشتغل في المجال ده بقالي اكتر من 15 سنه، الحقيقه عمرنا ما كنا بنشوف الثقه في شركات المصريه قد ما شفناها في خلال الفتره الاخرانيه، والحمد لله قدرنا نحقق ان احنا يعني نبقى قد المسؤوليه الحمد لله. انت بالنسبه لك بقى كمهندس بتقولي انك اشتغلت في المجال ده 15 سنه، ماذا يمثل هذا المشروع؟ والله بص حضرتك، المشروع يعني خلينا نقول حياتنا كلها، لان احنا بنستخدم اتش كلاس تكنولوجي اللي هي تعتبر مفيش دولة في الشرق الأوسط استخدمت التكنولوجي دي قبل كده. عدد يعني خلينا نقول معدود على صوابع اليد اللي هو معمولة اللي هي ال 50 هرتز، طبعا في أمريكا بس هم بيستخدموا التردد المختلف. النهارده المشروع الجدول الزمني تحدي غير طبيعي، إن أنا أعمل محطة كاملة في 33 شهر، إن إحنا نطلع منها 4800 ميجا، ده تحدي عمرنا ما شفناه. طبعا وجود المهندسين دول كلهم في مصر بعد الخبرات اللي هنكتسبها، انا متوقع ان احنا نقدر نعمل هاب يقدر يران الشو او البيزنس بتاعنا في كل منطقه الشرق الاوسط وحتى بعد الشرق الاوسط في ماركتس مختلفه. توربينات سيمنز، توربينات الكهرباء اللي شحنت من ألمانيا لكي تكون موجودة في هذا الموقع وتبدأ عملها في هذا الموقع من شركة الكهرباء. هذه التوربينات احنا دلوقتي معانا 3 توربينات تم شحنها من ألمانيا ووصلت بالفعل الأسبوع الماضي تقريبا. هذه التوربينات كل توربين بيولد حوالي 400
ميجا وات. بنهاية هذا العام هذه التوربينات سيصل قوتها أو ستصل إلى 6 توربينات، ثم بعد ذلك إلى 8 توربينات، وزي ما قلت لكم كل توربين 400 ميجا وات. خلونا نبدأ رحلة هذه التوربينات من ألمانيا، من سيمنز في ألمانيا، حيث صنعت خصيصا لمشروع بني سويف، ثم شحنت إلى مصر وكان عليها العلم المصري. هذه توربينات سيمنز اللي موجودة في محطة بني سويف. وفي زيارة خاصة لمصنع توربينات شركة سيمنز بمدينة برلين على هامش احتفالها بإنتاج التوربين الغازي رقم 1000، كان العلم المصري مميزا على التوربينات التي سيتم شحنها إلى مصر، وعددها يصل إلى 24 توربينا، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للتوربينات الغازية نحو 400 ميجا وات. ووفقا للإحصائيات فإن توربينة واحدة من هذا الطراز قادرة على توفير الطاقة الكهربائية لأكثر من 1.4 مليون فرد، بينما يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه التوربينات في وضع الدورة المركبة، حيث تشمل المحطات في هذا الوضع التوربينات البخارية إلى جانب الغازية، نحو 600 ميجا وات، وهو ما يكفي لتوليد الكهرباء لأكثر من 2.1 مليون فرد. Well, I'm confident that the power plants we are building together with the Energy Ministry and with our partners LSVT and Orascom will play a fundamental part in having sufficient power for the people in Egypt. The 14.4 gigawatt would translate in power for about 45 million people, so that should be almost half the population, which will then have reliable power for their daily life, but also start giving Egypt the ability to start industrialization and really bringing people to work. With the current investments, definitely. What you need for export is besides the generating equipment, you also need the transmission lines, and there's initial infrastructure work going on. I think it's now important to understand which are the partners which will take exported energy, and then yes.